السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يشارك في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي انطلقت أشغالها اليوم بشرم الشيخ بمصر. أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصوتون على مشروع قانون المالية التكميلي 2022. الفريق أول سعيد شنقريحة يدعو إلى تكثيف الجهود للارتقاء بنوعية التكفل الصحي لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي في كلمة له خلال اجتماع عمل مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. نتابع في النشرة، وضمن جهود مكافحة المضاربة غير المشروعة، خرجات ميدانية مكثفة ومتواصلة لمراقبة الأسعار وقمع الغش، والعينة اليوم من ولايات إليزي. دولياً إضرابات واسعة بالرباط وفاس ومدن مغربية أخرى ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومطالب باسترجاع الحريات وإيقاف سياسة التطبيع. أهلا بكم من جديد. في المستهل انطلقت اليوم بشرم الشيخ بمصر أشغال اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك بدعوة من أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتناقش الدورة الحالية على مدار يومين ملفات تخص الانتقال العادل للاستثمار في مستقبل الطاقة والتمويل المبتكر للمناخ والتغير المناخي واستدامة المجتمعات الضعيفة، إضافة إلى الأمن الطاقوي والأمن الغذائي وكذا الأمن المائي. وقبيل انطلاق الأشغال أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة المناخ. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل صباح اليوم لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ من قبل أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتشكل مكافحة التغير المناخي والكوارث الناجمة عنه أحد التزامات الجزائر وأولوياتها الدائمة على المستوى الوطني والدولي، إذ ما فاتئت تجدد التزامها للتكفل بالمسائل المناخية خلال مختلف القمم العالمية مع مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في هذا المجال. مبعوث التلفزيون إلى شرم الشيخ حمزة أحمد بالقسام. العالم يواجه اليوم أكثر التحديات خطورة على البشرية. التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها متعددة الأبعاد على كوكب الأرض. قمة الأمم المتحدة للمناخ في طبعتها 27 التي تحتضنها مصر تنعقد في ظروف دولية مغايرة لسابقتها وفي ظل أزمات دولية متصاعدة سببها الطاقة. قمة شرم الشيخ ستبحث معضلة المناخ وإرساء آليات مشتركة لمجابهتها أمام خطر تزايد الانبعاثات الغازية بمستويات قياسية. ولأن الجزائر ليست بمنأى عن تبعيات التغيرات المناخية وما ينجر عنها
رؤية مستقبلية وضعتها الجزائر للحد من آثارها عبر مخططات استراتيجية وطنية لحماية البيئة، حيث تتجه الجزائر إلى تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة من خلال إنتاج أزيد من 15,000 ميجاوات من الكهرباء النظيفة على المدى القصير، وتوقيع شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر طاقة المستقبل. إلى جانب ذلك، أطلقت الجزائر مشروعا واعدا لإعادة التوازن البيئي والتنمية المستدامة عبر إعادة تأهيل وبعث السد الأخضر بغرس أزيد من 17 مليون شجيرة من مختلف الأصناف مع حلول 2025. كما تعمل الجزائر على خفض انبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري بسبع من المئة على مدى 2030، وذلك في إطار التزاماتها الدولية. الدول النامية هي أكثر الدول عرضة لمخاطر التغيرات المناخية، الجفاف، الفيضانات، حرائق الغابات. لذا تبحث قمة المناخ 27 بشرم الشيخ عن حلول لمجابهة هذا الواقع وإلزام الدول الكبرى بتعهداتها خلال القمم السابقة بتقديم الدعم المالي والتكنولوجي لهذه الدول. إذن يلتقي القادة والباحثون والخبراء هذه المرة أمام تحد عالمي يعد هو الأخطر، التغيرات المناخية، في قمة يفترض ألا تكون كسابقتها وألا تفرق بين الدول النامية والدول المتطورة. وإقامة هذه القمة في شرم الشيخ على مشارف القارة الإفريقية هو هدف يسعى من خلالها الدول النامية للاستفادة من آلياتها الدعم لمجابهة هذه الظاهرة التي تهدد البشرية. حمزة أحمد بالقسام للتلفزيون الجزائري، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية. في النشاط البرلماني، صوت اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، وذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وبحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أشرف اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على اجتماع عمل على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، ضم إطارات الصحة العسكرية وأعضاء السلك الطبي. سونيا جاسي وتفاصيل. بعد مراسم الاستقبال ورفقة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي الصحة العسكرية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد أعضاء السلك الطبي العسكري عبر جميع النواحي العسكرية. أكد من خلالها أن إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. أود بهذه المناسبة التأكيد على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا، متسمة بجودة التسيير وبالتكامل للأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية العسكرية، لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. كما أن ما تحقق ميدانيا أو ما هو في طريق التجسيد من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية وعلى جميع الأصعدة يمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبذولة
من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل الدعم المتواصل للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. السيد الفريق أول أكد بذات المناسبة أنه ومن منطلق الوعي بأهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بالمستخدمين، فإنه تم توفير كافة الإمكانات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام، سواء في المجال المنشآتي والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي. فمن منطلق الوعي بأهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وذويهم وأثرهما الواضح في تحسين أدائهم، لم نبخل في توفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام، سواء في مجال المنشآت والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي المتعلق بالأسلاك الطبية في مختلف تخصصاتها. وفي هذا الصدد بالذات تندرج المشاريع المنشآتية الهامة المتواجدة حالياً قيد الإنجاز على غرار المستشفى العسكري بسطوالي أو المستشفى العسكري الأم والطفل ببني مسوس أو المستشفيات الجهوية وتلك المتعلقة بالإسناد الصحي المبرمجة على مستوى النواحي العسكرية الست. السيد الفريق أول حث كافة المسؤولين المعنيين على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين ليبلغ المستوى المنشود. بذات السياق وبهدف تمكين هذا القطاع الحساس من تأدية مهامه على أحسن وجه، يتوجب على كافة المسؤولين المعنيين ببذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين العسكريين إلى المستوى المنشود، لا سيما من خلال السهر على تكوين عنصر بشري كفء كفيل بتقديم رعاية صحية نوعية تكون في مستوى تطلعات المستخدمين وتتوافق تماما مع الإرادة العازمة التي تحدون في سبيل تطور ورقي الجيش الوطني الشعبي. فمقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعهما على مواصلة بذل المزيد من الجهود على الدرب خدمة جيشنا الباسل الذي يتجه دائما وبعزم نحو الاستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارات إطاراته في كافة مواقع عمله بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية. في الختام أسدى السيد الفريق أول جملة من التوجيهات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة التكفل الأمثل بالمرضى والمصابين لا سيما الجرحى والمعطوبين، فضلا عن السهر على الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية المتطورة التي تحوز عليها المنشآت الصحية العسكرية. استقبل اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي رئيس المجلس الانتخابي الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية أنريكي كالزا دي لا بيراز، حيث أجرى معه جلسة عمل حول قضايا التعاون المشترك.
أشرف اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني على تسمية مركز البث الفضائي لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري ببوشاوي باسم المدير العام الراحل عبد الملك حيو بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون. عائلة المجاهد حيو كرمت بالمناسبة تقديراً وعرفاناً لجهوده التي قدمها للمؤسسة خلال مسيرته المهنية. نلتقي اليوم أمام هذا الصرح الإعلامي لنطلق اسم المرحوم عبد الملك حيو على مركز البث الفضائي الكائن مقره ببوشاوي، ونحن نعيش الذكرى 60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي. إن إطلاق اسم المرحوم عبد الملك حيو على مركز البث الفضائي ابتداء من اليوم هو عرفان لفضل وجهود المرحوم على هذه المؤسسة العريقة وما قدمه من تضحيات في سبيل تطوير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي. لابد لنا أن نتذكر شهداء المهنة وعلى رأسهم المجاهد، الرجل الذي أفنى حياته في بناء هذه المؤسسة، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري، المرحوم السيد المدير العام عبد الملك حيو ورحمة الله عليه. هذا الأخ والأب العزيز الذي أعطى من حياته 50 سنة لقطاع السمع البصري، من الإذاعة والتلفزيون سابقا إلى مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري. وبمناسبة الاحتفال بذكرى 68 لاندلاع ثورة تحرير المباركة، نظمت بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احتفالية مخلدة للذكرى، تم خلالها وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة والأسرة الثورية. تتواصل اليوم بولاية سكيكدا فعالية المؤتمر 12 لنقابات عمال النفط والمناجم والكيماويات، والذي يضم في جدول أعماله انتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي، فضلا عن توصيات من المنتظر أن يخرج بها المشن لترقية العمل العربي المشترك في قطاع الطاقة. وبهدف وضع آليات حديثة لتحسين إدارة المخاطر الجيولوجية بالجزائر، نظمت بولاية ميلا الطبعة الثانية للملتقى الوطني حول المخاطر الجيولوجية، حيث تمت مناقشة مختلف الاقتراحات البحثية التي تهدف إلى وضع لبنة صلبة للتقليل من المخاطر. أمينة بعطوش. 100 ورقة بحثية تعتمد على دراسات ورؤية حديثة هدفها التقليل أو الحد من المخاطر الجيولوجية التي تحدث في الجزائر والتي يمكن الاعتماد عليها ميدانيا، وهو ما تم تقديمه ومناقشته في الملتقى الوطني للمخاطر الجيولوجية بميلا. من حيث البحوث هذه أصبحنا نعرف يعني بدقة ما هي الأسباب، أين هي المناطق يعني التي تكون عرضة لهذه المخاطر. يعني احنا مركز بحث لكن نعمل مع الجامعة، نكون المهندسين الدكاترة بإعداد توصيات عملية تكون أداة مساعدة لاتخاذ القرار للمسؤولين المحليين في مجال الخرائط، في مجال بناء منظومة معلوماتية، كذلك البحوث ذات الأولوية. ومن بين الاقتراحات التي تحسن من إدارة هذه المخاطر هو استخدام التكنولوجيات الحديثة التي تسهل الوصول السريع للبيانات وتقديم حلول محلية وناجعة. في المخاطر الناتجة عن البحر، إمكانية استعمال الجوراج دو ديفونس كونتر لا مير كي فون ريدوير لي بروبليم دو لاروزيون اي دو لا سوبميرسيون مارين. لابد أن نؤسس رؤيتنا الجديدة على الاستباقية والتنبؤ وكذلك الإنذار المبكر والوقاية، وبعد ذلك يأتي التدخل. وسيتم إعداد ورقة طريق والتي تعد كلبنة أساسية يمكن الاعتماد عليها لمجابهة مختلف هذه المخاطر مستقبلاً.
بيئيا دائما انطلقت بولاية ورقلة حملة تشجير واسعة عبر الأحياء السكنية بمشاركة محافظة الغابات وفعاليات المجتمع المدني، وهذا قصد المحافظة على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية، تقول المختارية بن مريم. حفاظا على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة التصحر، أصبح وعي المواطن كبيرا بأهمية التشجير داخل الأحياء. لما نشاركوا في غرس الشجرة، لما المواطن يشارك في غرس الشجرة ولا التلميذ، بالتالي هو يساهم في الحماية نتاعها ويساهم في الرعاية نتاعها. تحضير حديقة للمواطنين للاستراحة والاستجمام، بالإضافة إلى تشجير المتوسطة الجديدة بها الحي، وذلك لإدخال الثقافة البيئية لدى أبناء وسكان الحي. حملة تشجير واسعة النطاق بولاية ورقلة تحت إشراف السلطات المحلية والجمعيات الفاعلة في المجتمع انطلقت في حي عدل، وشرك فيها أطفال المدرسة الابتدائية. خيرنا أماكن، والأماكن هذه كاينة اللي ديجا خرجنا لها وشفنا باللي عندها قابلية باه تكون غراسة، دونك الغراسة منه غادي كامل راح تكون مع الجمعيات وتكون في الأماكن اللي رايحين نوافقوا عليها. هذا من جانب. من جانب ثاني رايحين نمدوا الأولوية للابتدائيات ولا المراكز كما نقول لك التعليميه، لان هناك بحمله توعويه للمواطنين بغرس هذه الاشجار الى حد ما للحد من ظاهره التصحر، كذا المنظر الجميل الذي تعطيه هذه الاشجار كالظل. نحن هنا من اجل جزائرنا الخضراء. اصبح لزاما على الجميع الحفاظ على المحيط من خلال تعميم فكره التشجير من اجل جزائر خضراء. كما جاء في العناوين، وضمانا للتموين بالمواد واسعة الاستهلاك والمواد الأساسية، تكثف فرق المراقبة وقمع الغش من خرجاتها الميدانية بهدف الحد من المضاربة والحفاظ على استقرار الأسعار. إبراهيم بالخير رافق فرق مديرية التجارة بولاية إليزي وأعد روبورتاج تالي. حماية للقدرة الشرائية للمواطن، خرجات ميدانية مكثفة لفرق الرقابة وقمع الغش بولاية إليزي للتصدي للمضاربين من خلال إجراءات ردعية. تم تكثيف العمليات الرقابية من خلال تسخير فرق أعوان الرقابة المختصة في التحقيقات الاقتصادية، وذلك بالتنسيق الدائم مع مصالح الأمن الولائي ومصالح فرق الدرك الوطني للتصدي لكل أشكال أنواع المضاربة الغير مشروعة. ومع وفرة المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، تعمل فرق الرقابة رفقة مصالح الأمن على مراقبة الأسعار المقننة ومدى العمل بها في كل المحلات التجارية. الأسعار المقننة راهي كما راهي في السوق، متبعين الأسعار المقننة، وبالنسبة للتوريد وقعنا شوية وقت بركة في التوريد. عد المصانع عندهم قال لك عندهم لا شارج بزاف، ما سجلنا حتى ندره في اي ماده اساسيه، في كلش متوفر، المواد الاساسيه جميعا متوفره. كاين زوج محلات لهنا او ثلاثه فقط اللي راكم تعرفوهم على المستوى اللي راهم يمدوا في الزيت ولا يمدوا في السميد. عقلنه الاستهلاك سلوك سيضمن للمواطن مستقبلا وفره للمواد الاستهلاكيه في كل الاسواق التجاريه. وفي إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها في المحيط الحضري، مخطط مشترك بين الأمن الوطني والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران، حفاظا على سلامة المواطن وحماية لممتلكاته. المراسلة لنوال بن طوبة. هي آخر التعليمات قبل الانطلاق في تنفيذ المخطط الأمني الخاص لجهازي الأمن والدرك الوطنيين لمحاربة مختلف أشكال الجريمة بالأحياء الحضرية وشبه الحضرية بوهران. ظهرت عدة أقطاب حضرية وين الوكر الجريمة انتقل إلى المناطق هذه، وين علينا عمل تنسيقي وفرض القوة القانون، وهذا من أجل فرض السكينة العمومية لدى المواطنين. وهذه البرمجة هذه راهي مستمرة طول السنة. الانتشار بالأماكن والفضاءات العمومية وكذا القيام بمداهمات داخل الأحياء السكنية سيما الجديدة تقوم بها هذه الفرق المتنقلة للجهازين للحد من ظواهر اجتماعية لتحقيق سلامة المواطن وممتلكاته. هذه العملية متواصلة بالنسبة لأمن دائرة السينيا بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية لدرك الوطني للسينيا، تشمل الأحياء الحضرية والشبه الحضرية. بدينا في أول عملية بالمقر أمن الدائرة اللي هي السينيا،
حيث بدأنا بعمليات في الأحياء في شملت مجمل الأحياء تاع المدينة، ثم انتقل إلى الأحياء المجاورة من اختصاص الدرك الوطني. المخطط يشمل التكثيف المستمر للدوريات والتطبيق الصارم للقانون للحفاظ على أمن وراحة المواطن الذي يبقى رقما مهما في تحقيق المعادلة الأمنية. دولياً في الشأن الصحراوي، جددت البلديات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في ندوتها المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد، جددت تأكيد دعمها للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال. كما أدانت البلديات الإسبانية تقاعس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إنهاء هذا النزاع، واستنكرت انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية. في المغرب تتواصل الاحتجاجات والإضرابات الواسعة بالرباط وفاس ومدن أخرى ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وطالب المحتجون باسترجاع الحريات وإيقاف سياسة التطبيع الذي يغرق في أتونها نظام المخزن. سميرة طاهر. المغرب على وقع وضع اقتصادي صعب، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة الرسمية للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي ليواصل مساره التصاعدي شهرا بعد شهر، وقد وصل خلال الشهر الفارط إلى 8.3%، وهو أعلى مستوى تضخم يسجل بالمغرب منذ عام 1995. هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المضطرد. ارتفاع الأسعار وما تبعه من انهيار للقدرة الشرائية وتباطؤ في النمو الاقتصادي ما يزال يفجر احتجاجات على مستوى الجبهة الاجتماعية والشعبية. ففي العاصمة الرباط وفاس ومدن أخرى مظاهرات ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مظاهرات تطالب بتحصيل مكتسبات الطبقة الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية ضد الاستبداد الذي يمارسه المخزن. في الشأن الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 20 فلسطينياً اليوم خلال اقتحامها لمناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منشأة فلسطينية في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، تزامناً مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الصهيونية. عودة إلى أخبار الوطن، وفي المشهد الثقافي تتواصل بولاية باتنا فعالية المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي وسط حضور واسع لعشاق أبي الفنون. يونس لك حلديب. الكراسي، مسرحية تدور أحداثها حول الحياة البسيطة التي تعيشها العائلة الجزائرية ومشاكلها اليومية، من تنظيم التعاونية الثقافية لتيزي وزو. لو سبيكتاكل بارل دان فيو كوبل يتعيشين داخل بخام، دونك ذي مغارن الحق ذي مغارن عن سيرتاناج، دونك روحنا سنطاس لي روبا، روحنا طاس لي ريفليكس. في مسرحية أسدرفف يعني عملنا على نص الكراسي لكن بطابع أمازيغي، درنا دار تيبيكمون كابيل بربر. عرض كوليغرافي وآخر ناطق باللغة الأمازيغية يجسد عمق التراث الجزائري الضارب في التاريخ. بعد ما شفنا البارح زوج مسرحيات، مستوى العروض نقولوا راه بتفاوت، يعني فيه مسرحيات جيدة وفيه مسرحيات متوسطة، وهذا راجع لكل مخرج كيفاش يخدم. كنشي شي تراجيدي سنه خاطر ديما سي ان سي مظفر المتتبعين قلان ديما الحق ذيس يتي لي خاطر ديما ذي باثن هو يحلى انا الريح نرجع سبقا عام الجاي وين ايمال ايمال ديوسين انصوفي سوين غير نغدي باثن نملايم دوكاس ويسن تياترا مازيغ تياترا قلان يتلايا معنا صافي سي 2009 انت ذايت. وتتواصل عروض المسرح الأمازيغي في مسابقة للظفر بجائزة أحسن عرض مسرحي.
والختام بإبداعات الحرفيين وترويجا لموروثنا الثقافي الأصيل، نظمت الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف من مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة، نظمت معرضا للصناعة التقليدية بمشاركة عدة حرفيين. مريم بن عبد الرحمن. تحف تقليدية ومنتوجات طبيعية يدوية تعرض في بهو مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج للنزلاء والزوار، تنوعت بين الحلي، الصابون ومواد التجميل الطبيعية. عندي 25 منتوج، في هذه 25 منتوج كاين مواد لي كاين منتوجات لي اسمها بارزة ومام تمشي في السوق، تسمى مام في النتيجة عندها نتيجة والناس قاعدة تحوس عليها، كيما كريمة تاع تجاعيد، كيما ماسك تاع النيلة، كيما الصابون، صابون بكل أنواعه يمشي. عندي صنعة تاع في الحلي والحلي التقليدي، نخدموا في لي بيير اي لي بيير سيمي بريسيوز، كحرفية وحرفيي كاع كيما رانا حنا ماذا بينا نساهموا في الاقتصاد تاع البلد. عندي صابون طبيعي، عندي عدة أنواع تاع صابون طبيعي مخدومة دائما بأعشاب طبيعية، ولكل نوع من أنواع البشرة كاين صابون مخصص باش. عندي كذلك زيوت معصورة على البارد ذو جودة عالية، زيوت نباتية سواء تكون معصورة على البارد ولا ندير أيضا تقطير كاين ليزيدرولا، نبينوا المنتوجات تاعنا ونعرضوها أكثر. وحنا ماذا بينا باش نخدموا ونروحوا من ليش الارتيزان نروحوا للاندستري وبوركوا با نبيعوا صوالح تاع المنتوجات تاعنا خارج الوطن. لتثمين اعمالهم ولتسويق منتوجاتهم التقليديه وترويج التراث المحلي. المعرض هذا درناه باش نعطيو امكانيه للحرفيين تاعنا باش يسوقوا منتجات الصناعه التقليديه، خاطر من اكبر المشاكل اللي يعاني منها الحرفيين هو تسويق المنتجات، دونك كي نكثروا مثل هذه النشاطات، بالمناسبه النشاطات راهي يعني موجوده على مستوى 58 ولايه، باش نسمح للحرفيين تاعنا يسوقوا المنتج تاعهم ويبيعوا المنتج تاعهم، الحرفه اللي ما تسوقش وتبيع المنتج تاعها راهي قايله للزوال، دونك الضامن الوحيد للحفاظ على الصناعه التقليديه والحرف هو التسويق. تبقى الصناعة التقليدية إضافة مهمة لقطاع السياحة ووجها بهيا لموروثنا الثقافي وهويتنا الوطنية. وصلنا للختام مشاهدينا للتذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشارك في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات لدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي انطلقت أشغالها اليوم بشرم الشيخ بمصر. نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على مشروع قانون المالية التكميلي 2022. الفريق أول سعيد شنقريحة يدعو إلى تكثيف الجهود للارتقاء بنوعية التكفل الصحي لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي في كلمة لا خلال اجتماع عمل مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. تابعنا في النشرة. وضمن جهود ومكافحة المضاربة غير المشروعة، خرجات ميدانية مكثفة ومتواصلة لمراقبة الأسعار وقمع الغش. العينة كانت اليوم من ولاية إليزي. دولياً إضرابات واسعة بالرباط وفاس ومدن مغربية أخرى ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومطالب باسترجاع الحريات وإيقاف سياسة التطبيع. نهاية النشرة، في أمان الله.